بجد التحيه لحضراتكم من جديد، وبالتاكيد طبعا كالعاده احنا اهلاويه بنبص لقدام، هو هنقول القادم افضل ان شاء الله باذن الله. صفحه السوبر خلاص يعني اتقفلت تماما بايجابياتها بسلبياتها بكل الامور اللي كانت فيها، لان خلاص النادي الاهلي بيستعد لبطوله الدوري في نسخته الجديده، وكما اطلق عليه هو دوري النيل. يعني زي ما بنقول عندك بطولة أفريقية، عندك تحديات كثيرة جدا خلال الفترة القادمة. كل الأمور دي طبعا هنتكلم مع القيمة الفنية الكبيرة جدا كابتننا الكابتن ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق، ورحب بيك وصباح الفل عليك كابتن ماهر. صباح الخير يا كريم، أهلا بيك. صباح الخير. صباح الخير يا نهوان. صباح الهنا. صباح الخير يا نهوان، منورنا. ربنا يكرمك. ومش عارفة أبدأ منين، يعني أنا هبدأ من نقطة لو تسمح لي وتتفق معايا فيها يعني أو تختلف طبعا. هل كان المشكلة أو واحدة من المشاكل اللي حصلت في المباراة طبعا والبطولة للأسف الشديد ضاعت طبعا النادي الأهلي، هي فكرة الثقة إن أنا نازل بنسبة كبيرة واثق إن أنا هحصل على البطولة والماتش هيكون نتيجته لصالحي، وبالتالي ما كنتش عامل حساب للمنافس إن هو ربما يكون يعني قوي، ربما يكون مركز، ربما يكون عنده خطة أكثر من رائعة يعني، وده اللي حصل بصراحة. فالمشكلة كانت فين؟ هل هي فعلا واحدة من المشاكل اللي أنا كنت بقولها دلوقتي؟ أنا بتفق معاك يا نهواند. طبعا كان واضح أوي الثقة كريم للاعبتنا التحضير اللي قبل المباراة، يعني الثقة كانت للاعبية النادي الأهلي إن هم رايحين المملكة العربية السعودية، إحنا جماهيرنا أكتر، جماهير النادي الأهلي موجودة في كل مكان، العدد أكتر هيساندنا بشكل كبير جدا. تحضير اللعيبة لقبل المباراة ما كانش داخل في 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 يعني قلب المباراة نفسها، التحضيرات كلها يعني يمكن مبنيه على ازاي هنحتفل، ازاي هنشيل الكاس، ازاي هنتصور، ازاي هنهدي الكاس للاعبتنا. يعني التركيز كان بعيد خالص عن عن الميد فيلد ده، عن الملعب ومشاكل الملعب اللي ممكن بتقابلنا. في نفس الوقت كمان احنا ما حضرناش للخصم، يعني احنا الفرق طبعا فرق كبير بين النادي الاهلي مع احترامي طبعا اتحاد العاصمه بالتاريخ وبالبطولات وحتى بامكانيات اللعيبه، احنا ما شاء الله عندنا 11 لعيب داخل الملعب دوليين، وعندنا 3 محترفين دوليين. في سبيل اتحاد العاصمه يمكن يا كريم في لعيب واحد بس يمكن منتخب الجزائر، ففروق كتيره جدا او كبيره جدا من الناحيه الفنيه، من الناحيه الاداريه، من ناحيه حتى كمان الكوتشنج. يعني مستر كولر خلال الفتره اللي فاتت وحصوله على 5 بطولات ده كان بياكد ان الراجل تعايش معانا بشكل كبير جدا. لكن عايز احيي طبعا بن شيخه اللي هو مدرب اتحاد العاصمه، انه الراجل قال في تعليقاته قبل المباراه بحترم النادي الاهلي وخايف من النادي الاهلي، واي نتيجه يعني اذا كانت في صالحه او غير صالحه ده هيبقى انجاز بالنسبه له. فساعات الاحترام يا نهواند ده كلام محترم، بس ده كلام يزعل. لان شوف انت المنافس شايفك ازاي، وده صوره على فكره حقيقيه بالظبط. فعلى الصعيد الثاني انا نازل ما حققتش ده على الملعب، يعني ما حققتش الصوره دي على الملعب. هم كانوا ضاغطين بشكل كبير جدا، ضاعت من عندي فرص، الكرات الطويله لعبوها حلو جدا. يعني احنا شفنا مباراه، طبعا هنيجي للشق التحكيمي يعني، لكن احنا كنادي اهلي وانا وكريم قلنا الكلام ده في البدايه، لا نعول نتائج على اي مشاكل بالزبط. يعني مش عاده النادي الاهلي ولا الاسلوب بتاعنا بالزبط. لكن كان في حاجات برضو ادت لده، منها اخطاء احنا وقعنا فيها. وعايز اقول لك حاجه، ان هود كمان في الحاجات اللي بالشكل ده، المباريات اللي هي المصيريه اللي بيرجعها الروح القتاليه العاليه للاعبين، واللي احنا بنسميها بقى الدوافع وروح الفانيلا الحمراء واسرار لعيبه النادي الاهلي والبطولات والمكسب، وعيني على البطوله، وطول عمر النادي الاهلي لما بيخش في بطوله لازم بيكسبها، والسجل مليء طبعا بهذه البطولات. لكن ساعات كده انت بتحسي، يعني انا كنت بكلم كريم قبل الهوا بقول وانا داخل المباراه لو حاسس ان قلبي مش واكلني، قلبي مش واجعني، ببقى قلقان. قبليها بحضر نفسي وبحاول ان انا اخوف نفسي، احضر ان انا عشان بس اقدر اتعامل مع الخصم اللي جاي، خصوصا الخصم ده عارف النادي الاهلي كويس وبيحترمه كويس، وما عندهوش غير ان هو هيلعب بقلب وبقوه واصرار، وده سمه من ضمن السمات اللي موجوده في شمال افريقيا. الجانب الفني احنا اكتر، الجانب التكتيكي احنا افضل، الجانب المعنوي احنا احسن، لكن هم خدوا شعار المباراه دي الروح القتاليه العاليه، التضحيه، الالتحام،
الحاجات دي كلها بتديك الثقه نهواند من خلال ال 90 دقيقه لما انت بتتفوق في كل كره بتشترك فيها. فهم كان اكثر فاعليه، اكثر اصرارا، ما عندوش حاجه يبكي عليها. هو حتى لو خسر من الاهلي مكسب بالنسبه له. تخيل بقى لما يكسب، فطبعا انجاز بالنسبه له. فهو خد الشق اللي احنا بنمتاز بيه، حته احتراما للخصم. طول عمرنا بنحترم الخصم، طول عمرنا بنذاكر الخصم، طول عمرنا بنضغط على الخصم، طول عمرنا بنقدر الخصم في كل الحاجات اللي فيها يعني زي ما تقول يعني نقط تساعدك على المكسب. هم كانوا اكتر مننا من الجوانب دي، اكتر من النادي الاهلي. حتى يمكن مستر كولر كان في مؤتمر الصحفي اتكلم، قال ان ده درس من الدروس، لان كره القدم، ويمكن كريم يعني معانا في القصه دي، طول عمرك انا وانت هتفضلي تتعلمي كل مباراه وكل بطوله هتتعلمي منها. طول ما احنا موجودين في الساحره المستديره دي ياما هنشوف وياما هنتعلم. فدرس من الدروس اللي احنا بنتعلمه، وهو جه في البدايه عشان احنا عندنا لسه مشوار طويل من البطولات. مهم جدا ان احنا ان شاء الله باذن الله نبقى مركزين له بشكل كبير. وده درس يعني هنرجع بالزمن يمكن كريم السنه اللي فاتت لما خسرنا نهاوند من سان داونز بالنتيجه كبيره. بصراحه فوقتنا فوقان كبير جدا، وخلتنا الموسم كله احنا الحمد لله كان عندنا يعني ما خسرناش وخدنا 5 بطولات. فانا شايف ان ربا ضره نافعه زي ما بيقولوا، ان مباراه السوبر ديت سبحان الله يعني حتى يمكن لو كنا في طبيعتنا ربنا كاتب ان احنا يعني مالناش نصيب في البطوله دي. فان شاء الله باذن الله نستفاد من الدروس ديت من الناحيه الفنيه، من الناحيه التكتيكيه، من الناحيه المهاريه. وانا عايز اقول كمان ان بدايه الموسم يا كريم لو تفتكر احنا بنعاني بشكل كبير، فتره الاعداد مش كافيه، عدد المباريات الحبيه مش كافيه. احنا لعبنا مباراه وديه واحده ده لم يكن كافي. طب ايه السبب ده برضو كابتن ماهر؟ يعني هو السبب بقى تنظيم الجدول وتنظيم الدوري ونهايه الموسم وبدايه الموسم، وده كلام طبعا احنا يعني في كل حلقه بنتكلمه. احنا البلد الوحيده اللي بتنهي بعد ما الناس خدت اجازه وبدات فترات الاعداد ودخلوا مباريات حبيه. صحيح. واحنا لسه ما خلصناش الدوري، لسه ما بدأناش. ودي بنعاني منها. حتى انا في جيلي قعدنا يمكن افتكر كده كريم، قعدنا 5 سنين بنخفق في افريقيا بسبب ان احنا عدم تنظيم الدوري بتاعنا، وكانت البطولات والفرق اقل بكتير، ما بالك دلوقتي مقارنه يعني كانت الامور صعبه بالنسبه لنا. لكن لما بدات تتنظم البطوله بموعدها في بدايتها ونهايتها، وفي نفس الوقت اكتسبنا الخبرات بقى، الخبرات الافريقيه، وبدانا 82 دي كانت اول بطوله بالنسبه لنا فتحنا بيها طبعا لجميع الاجيال اللي موجوده. لكن هو طبعا الواحد عارف ان في بدايه الموسم بيبقى حتى الجانب عناصر اللعبه نسبتها قليله، يعني مثلا في الجانب البدني ممكن نبقى 30%، الجانب المهاري مثلا 35%، الجانب التكتيكي مش هيوصل مثلا 50%. فده برضك بيأثر على تيم زي النادي الاهلي، تيم كبير وتيم طبعا له باع كبير جدا يعني. ويمكن كمان يعني احنا قفلنا الصفحه طبعا زي ما قلنا، لكن انا ما ينفعش ما اسالكش عن الحكم، ما ينفعش ما اسالكش عن عصبيه الحكم اللي اكيد كان ليها مردود كبير جدا على لاعبي النادي الاهلي. الكره فيها مكسب وخساره، ده امر طبيعي، لكن اما الحكم بيطلعك شويه يعني نوعا ما، وبعدين عندك عناصر سن برده والخبره ممكن تكون قليله شويه، رضا سليم، امام عاشور لسه برده موضوع الانسجام ده، مدى تاثير الحكم على النادي الاهلي بعيدا عن الفنيات، 10 ضربات ركنيه مقابل ولا شيء، ده يدل ان النادي الاهلي فنيا كان مميز جدا في هذه المباراه. وكمان يا كريم من ضعف الحكم، يعني عايز اقول الاتحاد الافريقي صعب جدا، ما انت عندك سوبر بقيمه الفرقتين، اتحاد العاصمه بطل الجزائر والنادي الاهلي بطل القرن الافريقي، يعني محتاجين حكم يكون بخبرات الفرقتين بقيمه الحدث نفسه. فمع الاسف يعني ساعات الاتحاد الافريقي بيعمل لنا حاجات غريبه الشكل. يعني الحاجه الثانيه لو نشوف كده، احنا عندنا في لعبتين مهمين جدا، ضربه الجزاء بتاعت كهربا كانت واضحه قوي، دخلت 18، وبعدين كمان الهدف يا كريم حاجه غريبه، يعني الكوره كانت بعيد عن استحواذ حارس المرمى. طبعا الرد الفعل بتاع كهربا كان اسرع وقدر ان هو يلعبها داخل المرمى. فوجئنا طبعا الفار وبالحكم انه انا شايف انه هدف اكيد 100%. اي نعم مش عايزين نقول للتحكيم، لكن برضك مهم انك انت في بدايه المباراه طبعا. سبب من ضمن الاسباب يديك الفاعليه. ما النادي الاهلي لو جاب جول في بدايه الشوط الاولاني
انا متاكد ان الجيم هيفتح بالنسبه لنا، وهم كمان هيغيروا طريق لعبهم الدفاعي، التكتل الدفاعي اللي هو كان محكم بالنسبه لهم واثر علينا بشكل كبير جدا في انك انت تخترق الدفاعات الاتحاد العاصمه. فجول يفتح الكلام ده، هيضطر ان هو يفتح التكتل الدفاعي ده ويحاول يعود للمباراه، فاكيد مساحته هتتفتح، فرصه بالنسبه لنا زي ما كريم قال، عندنا امام وعندنا رضا وعندنا حسين، يعني عندنا كهربا، عندنا لعيبه يقدروا كانوا يسجلون اكتر من هدف. لكن سبحان الله يعني عايز اقول لك كريم ان عدم احتساب ضربه الجزاء والهدف عمل عصبيه للعيبه طبعا، حتى مستر كولر انا اول مره اشوفه بالعصبيه دي على الخط صراحه يعني. فالراجل معذور لان هو شاف ان يعني العداله داخل الملعب مش يومها، وده بقى طبعا هيأثر، اثر على فكره، اثر على فكر اللعيبه، اثر على العصبيه اللي موجود عليها لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي لما بتخرج عن التنظيم او بتخرج عن يعني ادائها يعني بتخسر حاجات كتير جدا، وده اللي حصل. احنا خسرنا ادائنا، خسرنا كورتنا، وخسرنا التكتيك بتاعنا بشكل كبير. يعني عايزه انتقل انا وكريم لصفحه مختلفه، بس لان طبعا لسه عندنا يعني منافسات كتيره جدا وهنتكلم عن الدوري، لكن برضو انا شويه حاسه ان ده مش مبرر، لان انا دلوقتي كلاعب نادي اهلي انا واخد على ده، واخد على ان بيبقى فيه اخطاء تحكيميه، واخد ان بيحصل مشاكل في الملعب، واخد ان ممكن يحصل اي اختراقات او يعني مشاكل مع الجماهير لو انا بلعب على مش ارضي. بس كان في حاجات كتيره جدا برضو ليك داعمه انت، كان كانك احنا كنا بنتكلم في كده، انا المشهد كان يعني في اغلبيه للجماهير الاهلاويه تقريبا، انا حاسه ان انا بلعب في مصر فالدعم الجماهيري موجود. انت كان عندك فتره، كان عندك معسكر، كان ممكن ان انت ترجع مره ثانيه، ما تقوليش ما فيش كيمستري بين اللعيبه جديدة. طب ما انت كنت بتعمل ايه برضو الفترة اللي فاتت؟ انا مش بنتقد على قد ما بنحاول نبص او نحط ايدينا على المشاكل. والمناسبة الكلام اللي انا بقوله ده هو ده الكلام اللي كولر قاله، يعني قصة كلها ان انا مش طالعه الاصل ما كانش عندي فترة. لا، كابتن ماهر كان في تقصير الى حد برضو كبير، كان في ثقة ربما كانت زايدة، لكن انا هتفق في النقطة اللي حضرتك قلتها، فكرة ان انا ممكن تكون ضربة البداية ان كانت مش لصالحي ممكن تبقى بشكل تاني لصالحي، ان انا ابتدي اركز قوي، ابتدي افهم حتى وإن كان موسم استثنائي اللي فات، بس اللي جاي عشان أعمله زيه أنا محتاج يعني تركيز أضعاف أضعاف أضعاف. ما تاخدش ثقة إن أنا واصل لكذا، أنا مركز كذا، لا، خلي بالك إن الملعب والمباراة ما لهاش كبير، كرة القدم ما لهاش كبير. فهناخدها من الجانب الإيجابي، لكن نخش بقى على البطولات القادمة والدوري طبعا والموسم الجديد. خلينا نبدأ مع حضرتك كده، وشايف طبعا يعني البداية هتبقى إزاي؟ هو لازم النادي الاهلي يعرف، واحنا السنه اللي فاتت بنقول ان احنا عدد المباريات اللي لعبناها 60 مباراه في الموسم الماضي يمكن هيزيد ل 70 75 مباراه حتى اللعيبه الدوليين، فلازم نحط في الحسبان ان هيبقى في لود بشكل كبير صحيح. جدا على لعيبه النادي الاهلي في جميع البطولات اذا كانت المحليه او الافريقيه، فده بيخلي مستر كولر ان هو يحضر خريطه اللعيبه، ان هو فعلا بدا يعني بقى في المكان في بديل وفي منافس بشكل كبير، واللي انا بتمناه ان المنافسه تبقى شريفه بين اللعيبه، يعني بمعنى ان اللعيبه تركز بشكل كبير ان كل واحد عايز يقول لمستر كولر انا موجود اهو، انا عايز العب لمصلحه التيم ومصلحه النادي بالظبط، مش للمصلحه الشخصيه. فنتمنى الجزئيه دي. الحاجه الثانيه لازم اللعيبه تبقى مركزه وتعرف ان خلاص النادي الاهلي بقى محطوط تحت المنظار، البطل تملي بيبقى مكروه، البطل تملي بقى الناس مركزه له، البطل تملي كل الناس عايزه تلعب قدامه وعايزه تادي اداء مشرف، مش مكروه، هو بيبقى قدوه، بيبقى يعني منافس، يعني احنا بنقول يعني بنقول بلغه الكوره ان انا مش حبك، يعني انت يعني بتاخد كل حاجه وانت اللي في السكسيه وانت اللي في الاضواء، فطبعا انا لما اكسبك هتعلي اسهمي يعني وهتعلي وانجاز بالنسبه لي، بطوله لن تمسى بالنسبه لي طبعا. فالنهارده احنا مع الاسف كل مباراه هنلعبها الموسم ده انا شايف هتبقى مباراه صعبه جدا جدا جدا، هتحتاج تركيز من اللعيبه. طبعا الجهاز الفني مستر كولر بيذاكر بشكل كبير جدا وبيركز بصراحه وبيحترم، والراجل كل ما بيطلع يتكلم في مؤتمر صحفي بيقول انا كل مباراه بحترم فيها المدرب الفني، بحترم فيها الجماهير، بحترم فيها الخصم،
بشكل كبير جدا، وهو ده يمكن النجاح اللي احنا قدرنا نوصل له خلال الفترة الموسم الماضي. عايزين نحافظ على هذه الروح، عايزين نحافظ على هذا التركيز، مش عايزين اللعيبة تخرج عن التركيز ده. انت عارفة يا نهواند، يعني لو نيجي نحسبها كده هتلاقي 30% بالنسبة للإدارة الفنية و70% بالنسبة للعيبة. يعني الراجل بيعمل اللي عليه، لكن اللي بينفذ داخل الملعب 90% هم اللعيبة. فالنهارده اللعيبه لما يبقى سبحان الله يعني خارج نطاق الخدمه اكتر من 11 لعيب، فاكيد يبقى في حاجه مش مظبوطه. هترجع للاعداد الذهني والنفسي للعيبه، لان الاجهزه بتشتغل على كده، بتحفز وبترفع الجانب المعنوي، وطبعا بتحط دوافع. وخدوا بالكم كل خصم هيقابلنا، يعني عايز اقول لك قبل مباراه الاهلي مع اي فرقه تلاقي اللي عنده مشاكل بيحل مشاكله، واللي مش مركز بيركز، والشورت بتاعه مش مكوي هيكويه، والشراب نازل هيطلعه، والشنكار هيبقى، والجزمه هتتلمع. يعني خد بالك الحاجات دي كلها اسلحه الفرق الاخرى قدام النادي الاهلي. حتى المدرب البدله هتتظبط والكرافته هتتظبط، لان الاداره الفنيه 90 دقيقه الكاميرا موجوده عليه، وطبعا اذا كانت الحلاقه الشعر هتبقى حاجه. فكل الكلام ده استعدادا ان انا رايح لاعب النادي الاهلي، رايح النهارده يوم عيد، رايح باي نتيجه ايجابيه بالنسبه لي السوشيال ميديا هتتكلم عليها، هفضل مصايد طول الاسبوع. فكل الكلام ده بيتصب على عكس بقى لعيبه النادي الاهلي، ازاي هتقابل الكلام ده؟ الكلام ده مش سهل. تقابله ازاي بقى؟ ان انا اركز كويس، انام كويس، اتمرن كويس، اكل كويس، استعد. ده المفروض كان في فتره الراحه حتى على فكره، لان دايما بيقاس او بيتقال فتره الراحه للعيبه مش مفروض ان هو ينسى نفسه فيها، لما المفروض يكون برضو ملتزم بكل الـ يعني زي ما بيتقال كده الرولز الموجوده، يعني اللياقه لازم يكون محافظ عليها، الاكل يكون مركز معاه، النوم. فقصه ان انا بعود بعد كده من فتره التوقف والراحه ان انا اعود ابدا من الصفر ده بيكلف كتير جدا يعني. فبتهيالي في بيبقى شق على اللاعب وشق على الجهاز الفني. فانت كان عندك في النمسا وقت طويل كمعسكر ان انت تحقق كل ده والمعادله دي، وتوصل لي اللاعب اللي هو 30% جاهزيه ل 100% عشان ابدا الموسم الجديد بتاعي. فكل ده كان مفروض في الفتره اللي فاتت ان هو يتم بشكل كامل. يعني ما انت خد بالك نهواد، فتره الراحه ال 21 يوم السنه اللي فاتت كان قرار عبقري من الكابتن محمود الخطيب، ان هو ريح اللعيبه الدوليين واللعيبه المحترفين، فرقت معانا طول السنه، لان اللعيبه كان بقى لها 3 سنين رايحه جايه، دوري، كاس، افريقيا، منتخبات، فكانش في راحه، وده اللي ضرب الاصابات و وكانت الناس تقول لك لا مش حجج، لا حجه، واللعيبه اتصابت وخسرنا. لكن وقتها مستشفى الاهلي بالظبط، وعدد ساعات السفر كمان امر صعب جدا جدا جدا. رحاله والله يا كريم، يعني انا كنت بشفق عليهم، تقابلني بطلع في الاستوديو التحليلي او تطلع مع قناه الاهلي بتكلم، اقول رحاله، يعني ده ما بيلحقش، ده بيروح يجيب الشنطه من البيت وبعد يركب الطياره 3 4 ايام بيوصل افريقيا يلعب مباراه تحت ضغطه واجواء وصعبه ورطوبه وبعدين يرجع تاني 3 ايام يلعب الدوري العام، فكانت امور صعبه بالنسبه لنا. السنه دي نفس الكلام، 21 يوم راحه، انا شايف ان هتفرق معانا بعد كده ان شاء الله. زي ما انت قلت يا نواد، مش هقدر اوصل انا في المعسكر بتاع النمسا ال 10 ايام، مش هقدر اوصل لعناصر اللياقه البدنيه او العناصر اللي بعتمد عليها داخل الملعب. يعني زي ما انت قلت 30% هيبقى هو جاي من راحه، بيمارس حاجات فيها سباحه، حاجات فيها تنس، مش سايب نفسه، لان في برنامج اتاخد اللعيبه خدته بعد نهايه الموسم بينفذوها. لكن برضك مش هتقدري توصلي، لان سبحان الله يعني عناصر اللياقه البدنيه ودخولك في الاجواء والمباريات بتاخد فتره، يعني تملي علبه تدريب يقول ايه من 5 6 اسابيع عشان يبدا يبان شكل الفرقه ويبدا طريقه اللعبه. ده مش متاح عندنا للاسف، ولسه دلوقتي احنا لسه بنقول حساسيه المباريات كمان، حساسيه المباراه، يعني مباراه الحبيه بتبقى متدرجه لحد ما توصلي بعد كده لمباراه اقوى، وبعدين بدايه الدوري هنعاني شويه، وبعدين مباراة تانية التالتة بتبدا اللعيبه تخش في فورمه المباراة زي ما بيقولوا، تكتسب بقى اللياقه البدنيه تعلى، الجانب الفني يبقى بقى موجود، الجانب الخططي اللي هم بينفذوه يبقى موجود. يقال بعد 6 اسابيع اللعيب بيبدا يبقى فيت، لما يوصل للمرحله دي
بينفذ لك بقى الحاجات اللي احنا بنشوفها منهم، الحاجات الجميله اللي بنشوفها من اللعيبه خلال الفتره الماضيه. عايز اروح معاك حته فنيه يا كابتن ماهر بقى، يعني احنا شفنا طبعا رضا سليم وشفنا امام عاشور ومنتظرين كمان ان شاء الله نشوف مودست، واحد من الاضافات المميزه جدا. البدايه مهمه جدا، مردودهم فنيا في المباراه الاولى كابتن ماهر شافه ازاي؟ وكمان مع الوضع في الاعتبار ان ممكن المهام اللي رضا كان بياخدها في فرقته او امام بياخدها في فرقته مختلفه تماما في النادي الاهلي. لا مكسب كبير جدا يا كريم بصراحه، يعني يعني واضح من تركيبه اللعيبه الثلاثه ان هم فعلا الاختيارات اللي مستر كولر كان محتاجها. يعني لو مسكنا مثلا امام بعد رحيل حمدي فتحي، احنا دلوقتي هنبدا نحس ان حمدي فتحي ما مشيش، امام بيقوم بنفس الدور ويمكن كمان اكتر في حته التصويب من خارج ال 18 مميز بشكل كبير جدا، المجهود المبذول برضك موجود عند حمدي فتحي. فامام اضافه، يعني حمدي فتحي رحل للدوري القطري، دلوقتي هنبدا نحس البديل بالمستوى اللي احنا كنا بنتمناه ويمكن افضل كمان. رضا من اللعيبه اللي اولا عنده عنصر السرعه، عنده عنصر المهاره، بيجيد يعني كره الثابته كمان، كره الثابته بيقدر يحرز منها اهداف. واضح كمان الكريم ان هو عنده قلب، يعني من ضمن الحاجات اللي هتساعدنا في رضا انه عنده اصرار وعزيمه وعنده قلب على ان هو يؤدي اداء جيد وفي نفس الوقت على المكسب. وانا شايفه بيبقى كمان عصبي لما بيحصل خساره، او فدي كلها صفات من صفات لعيبه النادي الاهلي. الراجل طبعا الدبابه، المهاجم الجميل اللي الراجل كان بيطالب، عايز راس حربه بمواصفات الطول والقوه والسرعه والعاب الهوا، فدي كلها برضك موجوده في راس الحربه مودس. فاتمنى طبعا هو التوفيق يعني، لكن احنا شفناه الراجل لعب على اعلى مستوى طبعا في الكره الالمانيه والدوري الالماني. نتمنى بقى ان شاء الله التوفيق بالنسبه له، وان اللعيبه كمان تساعده. يعني احنا عندنا اطراف بتجيد الاختراق والكورسات العرضيه المؤثره، محمد هاني من ناحيه اليمين ومعلول من ناحيه الشمال، فدول هيبقوا اصحابه وهيبقوا حبايبه، لان هم دول اللي هيبداوا يعني يوصلوه يوضبوه بلغه الكوره. يوضبوه ودي حقيقي، يعني في بعض الفراوده محتاجه الاطراف عشان المهاره اللي موجوده عنده تبدا تبان. الحاجه الثانيه كمان محتاج صانع العاب يقدر يلعب له في الحاجات اللي فيها خلق مساحه زي قفشه، يقدر يلعب له حاجه عند رجليه. هو كمان يعتمد بقى على الاختراقات الفرديه، يعتمد على الاسيست ازاي يساعد زمايله. فدي كلها حاجات طبعا مستر كولر هو صاحب القرار الاول والاخير في تحضير الجمل التكتيكيه اللي احنا بنتكلم عليها في خدمه الفريق وخدمه اللعيبه. كلام جميل. طيب نتكلم عن المنتخب ولا نتكلم عن الماتش المصري؟ لان برضو ماتشات المصري بيبقى فيها تنافسيه. خلينا نروح للمصري الاول. الاهلي والمصري والتنافسيه وكابتن علي ماهر والتدعيمات، وفكره كابتن علي ماهر يحترم بصراحه، لان هو راجل بيشتغل، يعني مدير فني اللي بيشتغل بتلاقي النتاج، زي كابتن ايمن الرمادي بتلاقي النتاج ده على الارض. انا من الناس اللي معجبه برضو بفكر بصراحه كابتن ايمن الرمادي، خبره كبيره كمان في الامارات وغيره. فخلينا نبدا بالاهلي برضو والمصري. طبعا بدايه الدوري، يعني احنا من السنه اللي فاتت واضح قوي ان كل الفرق اول حاجه بدات مجالس الاداره مع الاجهزه الفنيه، اذا ما كانش في جهاز فني لهذه المرحله فرئيس مجلس اداره بيضطر ان هو يتعاقد مع مدير فني للمرحله دي. المصري اختار علي ماهر. علي ماهر بيعتبر من المدربين اللي يعني ثبت وجودهم بشكل كبير جدا على الساحه، بقى له 3 سنين اكتسب خبرات بشكل كبير جدا، وهو مدرب من المدربين الواعدين، بيذاكر وبيحاضر وبيتابع الفرق بشكل كبير. طبعا يهم علي ماهر ان في البدايه هو طبعا صعب بالنسبه له ان في الجدول انه يقابل النادي الاهلي طبعا، فدي من ضمن الحاجات اللي بيعاني منها المدربين في بدايه الدوري العام. لكن هو بالنسبه له اكيد طبعا اشتغل فتره اعداد، جابوا اللعيبه اللي هم محتاجينها في الاماكن اللي محتاجه علي ماهر، تطعيم اذا كانوا من خارج او من اللعيبه اللي موجودين في الدوري العام. طبعا هو علي ماهر هيتفرج على النادي الاهلي، هيذاكر النادي الاهلي وهيشوف اي طريقه يقدر يقابل بيها النادي الاهلي، هل يقدر يلعب جيم مفتوح قدام النادي الاهلي ولا يبدا كمان ياخد من
الدروس المستفادة في مباراة اتحاد العاصمة ان هو يقفل خطوطه التلاتة في التلاتين ياردة ويبدأ يقفل على النادي الاهلي وما يجيش في جول في الاول، لعل وعسى كرة كونتر اتاك يقدر يعتمد عليه، كرة ثابتة يقدر يعتمد عليها. دي بعض المدربين الشاطرة اللي بتقابل فرق زي النادي الاهلي، لو فتح خطوطه عارف النادي الاهلي عنده ثلاث خطوط من اقوى الخطوط اللي موجوده، خصوصا الخط الامامي عنده سرعات وعنده اختراقات وعنده مهاره. فالمدرب الذكي يقول لك لا انا يعني احاول على قد ما اقدر ان انا اضيق المسافات على لعيبه النادي الاهلي، اقفل مفاتيح اللعب اللي موجوده في لعيبه النادي الاهلي وابدا ابادلهم بقى كل ما الوقت يعدي، مصلحه ليا ومش مصلحه للنادي الاهلي. يعني لو ضربت جول مش مشكله، طلعت بنتيجه قريبه، لكن مدربين بتخاف ان النادي الاهلي يكسب المباراه بسكور بتاثر عليه في بدايه الموسم. هتلاقي الدنيا مجلس اداره هيبقى يعني قلقان وهيبداوا يكلموا مع المدرب، يعني الخساره الكبيره دي بتاثر على المدربين طبعا بشكل كبير. فاكيد علي ماهر طبعا يهمه ان هو يعمل مباراه جيده مع النادي الاهلي، وطبعا النادي الاهلي بعد الدروس اللي احنا اتكلمنا عليها ومستر كولر اتكلم عليها واللعيبه استفادت منها، اكيد هنشوف بقى العين الحمراء وهنشوف القلب الجامد وهنشوف الاداء المميز للنادي الاهلي في هذه المباراه ان شاء الله. من النادي الاهلي للمنتخب الوطني، الحقيقه يعني كلنا تابعنا المباراه، هزيمه اولى لرويال فيكتوريا. يعني بشكل عام يا كابتن ماهر فنيا شفت ازاي اداء منتخبنا الوطني تحت القياده الفنيه لرويال فيكتوريا، ويمكن ايضا كمان منتخب تونس الحقيقه ادى مباراه مميزه جدا، شفت المباراه ازاي يا كابتن ماهر؟ بص يا كريم انا عايز اقول لك حاجه، يعني انا بيني وبينك يعني مش هو ده منتخب مصر؟ يعني احنا كل سنه هنقول مش هو ده منتخب مصر. والله انا والله من ساعه ما اتولدت وكل والله العظيم مش غير كام سنه كده اقول يعني ده منتخب أنا مصر. انا عايز يعني اقول لك من واخرتها بصراحه يعني ما بنستفادش، يعني احنا يعني حتى ما بنستفادش من الاخطاء الاداريه او الاخطاء الفنيه. وبعدين كمان يا كريم يعني انت بتتفرج مثلا على المنتخبات تقول لي ده السنغال، ده تونس، ده الجزائر، في استراتيجيه وفي شكل وفي اداء وفي تطوير بيبان وتطوير في سيستم، وعايز اقول لك سيستم ماشيين بيه، يعني كل الناس حوالينا بتبدا. المغرب راح في حته تاني، الدوري السعودي دلوقتي راح في حته ثالثه، قطر بتحاول، الامارات بتحاول، تونس، الجزائر. احنا محلك سر، ما عندناش استراتيجيه مبنيه حتى لمدة سنة. احنا هنتكلم على خمس سنين، دي صعبة قوي، عايزين نتكلم على سنة اللي هي قدام عينينا. يعني ما تقعد تفكر كده، هل احنا هنكسب البطولة العربية اللي جاية؟ هل احنا هنكسب كأس الأمم الأفريقية اللي جاي؟ هل احنا هنروح كأس العالم اللي جاي؟ ما دي كلها تساؤلات كترت فعلا، كلها الشك بقى موجود. بالظبط، يعني الشارع الكروي المصري مش حاسس ان ده المنتخب المنتظر. أيام الكابتن حسن شحاتة مثلا كريم نهواند كنا فخورين، عندنا يعني نخبة من اللعيبة المميزين، لعيبة احنا عمالين نرجع للماضي مستوى. يعني عم نتكلم عن المنتخب عمال ترجع للماضي، ده شيء مش بالزبط مبشر ابدا. يعني فدي يعني محتاجة حلقات ومحتاجة دراسة ومحتاجة ندوات كثيرة جدا لازم تتناقش، يعني من خلال الخبراء ومن خلال المسؤولين ومن خلال اتحاد الكورة ومستر فيتوريا، واللعيبة كمان عليها دور كبير جدا. يعني لعيبه منتخب مصر فانيلا عشان البس فانيله منتخب مصر دي يعني حاجه مسؤوليه كبيره جدا. يعني نتمنى يكون وقتها. نورتنا كالعاده، انا متشكر جدا. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، نورتنا يا كريم حقيقي. والله مشكور جدا وسعيد الحقيقه طبعا، المحترمين جدا مشكورك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. اكيد طبعا بنشكر الكابتن ماهر عمام القيمه الفنيه الكبيره جدا، والحقيقه يمكن سعيد جدا بتواجدي معاك ومع زميلتي طبعا نهاوند ومع كل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. وكالعاده يعني في الحلقات القادمه بالتاكيد طبعا هيكون طبعا زميلنا العزيز كريم كوجك ونهاوند معاكم ان شاء الله باذن الله، و10 الصبح في الاهلي.